سلام، أنا اليوم بحي الفهيدي بدبي والحرارة ما بتقل عن 45 درجة، فخليني أحكي لكم بشكل سريع عن ميزة التجول الافتراضي Street View من جوجل. أطلقنا ميزة التجول الافتراضي جوجل Street View من حوالي 15 سنة، وببساطة هي بتوفر أو بتقدم صور بنطاق 360 درجة على مستوى الشوارع والمعالم التاريخية والثقافية، سواء على الموبايل أو على الكمبيوتر. طريقة إطلاق ميزة التجول الافتراضي وجمع الصور مهمة، بتتطلب وقت كتير كبير وممكن تستمر من أسابيع لأشهر على حسب المكان اللي بيتم تصويره. الطريقة الأولى لالتقاط الصور بشكل بانورامي هي سيارات مجهزة بتسع كاميرات بتصور بجودة عالية. تتجول السيارات بمختلف الشوارع والحارات الضيقة لتصور مختلف المعالم والتفاصيل الحياتية. تجولت سيارات التجول الافتراضي مسافة أكثر من 16 مليون كيلومتر، أي ما يعادل مسافة 400 جولة حول العالم، وتم تجميع حوالي 220 مليار صورة لمختلف هاي المعالم. أما الطريقة الثانية فهي عبر جهاز تراكر لجميع الأماكن اللي صعب تدخلها السيارة. هذا الجهاز حمله أخصائي تصوير تدربوا على التقاط صور بانورامية. وزن الجهاز بيعادل 19 كيلو، لهيك أكيد ما رح نعيد التصوير. في كتير أماكن تصورت بواسطة هذا الجهاز، مثل معبد جوبيتر بعلبك بلبنان، قلعة قايتباي في الإسكندرية، البتراء بالأردن، وقصر الجم بتونس، وغيرها كتير. طبعاً الكاميرات اللي موجودة بالجهاز بتتحمل الحرارة أو البرودة الشديدة، بس نحن أكيد ما قدرنا نكمل تصوير برا فرجعنا للمكتب. في 2014 صورنا صحراء ليوا بأبوظبي بواسطة نفس الجهاز، تم وضعه على الجمال لالتقاط صور حقيقية عن الواقع بعيدة عن أي اختلال كان ممكن تسببه تعرجات الصحراء. بعد التقاط الصور الفردية لمعلم معين بيتم استخدام تقنية معينة باسم Photogrammetry لدمج الصور مع بعضها بطريقة متعادلة. الصور الفردية بتوضح تفاصيل للشوارع والمباني والمسافات الدقيقة بين الأماكن، وأكيد بيتم تعتيم الوجوه ولوحات أرقام السيارات في الصور بطريقة تلقائية بواسطة التكنولوجيا احتراماً لخصوصية الأفراد. ومثال على النتيجة هي الجولة الافتراضية لقرية موس إسبا في تونس. يا ترى بتذكركم بأي فيلم؟ جاوبوني بالتعليقات. وغير جهاز تراكر في أجهزة مثل العربة الخاصة بتصوير المتاحف وجهاز ثاني للتصوير على الجليد. بالإضافة للأجهزة اللي ذكرناها، ما فينا ننسى فضل مجموعة كبيرة من الأشخاص حول العالم اللي ساهموا بمشاركة صورهم على الخرائط. خلال عام 2019 تم تحديد عناوين لأكثر من 7 ملايين مبنى بدول مثل أرمينيا ولبنان وغيرها. لو أنتم من المهتمين بالمساهمة بنشر عدد أكبر من الصور البانورامية لمنطقتنا العربية، بإمكانكم تحميل تطبيق التجول الافتراضي ونشر مختلف الصور. تأخذ فترة المعالجة حوالي 4 أيام قبل ما يتم نشر الصور المتصلة على الخرائط. أحدث المشاريع في المنطقة كانت من السودان. من خلال منصة جوجل للفنون والثقافة تم التقاط صور لأهرامات مروي الشهيرة عن طريق مصور فوتوغرافي تجول بالمنطقة لمدة 5 أيام متواصلة. للمهتمين برؤية تفاصيل أعمق، أضفنا ميزة الواقع المعزز لمشاهدة الأهرامات من كل الزوايا. والمشروع الآخر هو إكسبو 2020 من دبي، فيكم تستمتعوا بجولة بهذا المكان حتى مع انتهاء الفعاليات. وأخيراً لتفعيل الميزة بإمكانكم الضغط على أيقونة التجول الافتراضي باللون الأصفر موجودة على خرائط جوجل لتحديد الأماكن المتوفرة، أو الدخول على منصة جوجل للفنون والثقافة لمشاهدة المعالم الثقافية الأخرى. وبهيك بتكون خلصت حلقة اليوم. لو عندكم أي تعليقات أو أسئلة للفريق ما تنسوا تحطوها بالتعليقات. بشوفكم بحلقة جديدة من جوجليات. سلام.